انا عايز اتكلم بقى عن الانهاك اللي بيظهر على اللاعبين بصفه عامه في اواخر الدوري المصري. الى متى هنفضل مستمر مسلسل ان بنيجي على نهايه الدوري اللعيبه بتبقى منهكه جدا من تلاحم المواسم ولخبطه البطولات، وان اللعيبه بتلعب بره وجوه فبتبقى مش عارفه تعمل ايه؟ كلام مهم جدا، وده يمكن ده بياخدنا لقصه عرفت الانديه واتحاد الكوره لازم جدول واضح من بدايه الموسم نلتزم بيه. انت عارف التزاماتك من الجدول بيبقى نازل، لكن تلاقي تاجيلات ومؤجلات مؤجلات مؤجلات، فجاه بتلاقي الدوري اتقلب في اخر شهر مثلا، وطول الدوري كله مؤجلات. للاسف هي دي المشكله اللي احنا بنعاني منها على مدار مواسم متلاحمه، هي تواصل او تلاحم المواسم بشكل كبير في الفتره السنوات الاخيره، موسم بيسلم موسم، ده بيخلي حاله اللاعبين يعني البدنيه صعبه جدا. خلاص ان انت بتوصل في فرق، حتى من الفرق مش هتكلم حتى على فرق القمه، الفرق في وسط الجدول وفي فرق في مؤخره الترتيب، ومن الفرق اللي هبطت فريق زي غزل المحله حصد 7 نقاط فقط في الدور الثاني بعد ما حصد اكثر من 20 نقطه في الدور الاول، فبالتالي ده بيفسر برضو حاله بدنيه عند اللعيبه. خلاص انت وصلت المرحله من بعد الدور الثاني للدوري، خلاص المجهود دي حاله سيئه جدا، يعني يمكن بتاثر برضو خلينا نقول على شكل المنافسه بشكل عام وعلى شكل القيمه التسويقيه للدوري. الاول كنا بنتهم مدربي الاحمال ومدربي الاعداد البدني، بس اكتشفنا انه لا، تلاحم المواسم هو اللي بيأثر. مفيش مسابقه عايزين انها تظهر بالشكل الامثل في العالم، واحنا بنوصلها للحاله دي. يعني اي مسابقات محليه لازم يبقى فيه اهتمام ان انا ابتدي في ميعاد معين واخلص في ميعاد معين. الموضوع مش كيمياء ومش حاجه صعبه جدا ان انا كلجنه مسابقات احط الالتزامات اللي عندي او الاجنده بتاعتي بناء على الارتباطات الخارجيه. النهارده الاتحاد الافريقي محدد لي دوري ابطال افريقيا والكونفدراليه هيبتدي امتى وهيخلص امتى، فانا كده ما عنديش حجه ان انا هقول لا اصل الانديه لعبت في بطولات وما كملت او ما كملتش. يعني يؤسفني ان انا اقول ان الموسم اللي فات يعني او اللي بينتهي حاليا ارحم شويه من الموسم الجاي. الموسم الجاي احنا عندنا تصفيات كاس العالم، عندنا بطوله افريقيا، عندنا مشاركات خارجيه كتير، عندنا اولمبياد، فكل دي امور بتخلي الموضوع بالنسبه لنا مش سهل ابدا ان انت تلتزم بالجدول، لكن ده تحدي كبير لازم كلنا نشترك فيه كانديه، كرابطه انديه، كاتحاد كوره، عشان في النهايه ده يصب لمصلحه الكوره المصريه بشكل عام. تقدم منتج جيد من شروط او من مقومات ان انت تقدم منتج جيد ان انت تقدم مسابقات منتظمه هتساعد كل عناصر اللعبه. النهارده اي مدرب اجنبي بيجي بيشتكي من الوضع الحالي.